صالح بالقادة ندسكو في الجزائر إيزاك طبق في عبريال حي حتاش تيصبر في عمر 26 سنة مستوى الدراسة حبست ديفو تربيلان لابرونش تاعي لونغ هي فوقت الدراسة كنت نخدم نجيب مصرفة كنت نخدم في شانطي كنت نخدم في صالتيفات كنت نخدم تيلي كتجيب مصروفي وخلاص وفوقت القرايه معناتها في لي فاكونس كنت نبريكولي كيما يقول لك نبريكولي هي كي كنت صغير كانت عندي شبكيه كنت ضعيف النظر ما كنتش نشوف مليح مليح كانت النسبه تاعي نقول لك حتى 5/10 / 4/10 نورمال قريت عادي في سيا بريبر وبعد هيك في سيا طلعت مدرسه شبال بكفوفي بالعشر كملت دوزيام اني تروازيام اني كاتريام اني جبت البيه تاعي هبطت الليسي تاع كوبيمون كنت 2018 كنت السونتر تاع القبه تاع لي زون دي كابي كنت ندير سيرفيس ستوندار كنت نقرا بعد ديك في شهر رمضان كنت قاعد غير راقد ما بوجي ما ناكل ما والو وبداتك واحد 15 يوم ولا هكذاك رحت كنت ابرونتيساج في لوبيتال باينام تغاشيت في البيس تغاشيت نقول لك مقرو ماشي مقرو روشي بالفار وانا تقوشي هديتك نص فاطر نص نشوف نص نسمع وبداتك حتى لحقت البرامة تغاشيت طحت حبس البيس حطنا في برامار بعداتك ريحت عيطت للشيخ بابا طلعني للسبيطار باينه داروا لي لانجيكسيون سيروم صالي تبا كنت صايم انا داروا لي سيروم فطروني وبعداتك زاد عليا الحال كدا غير العيا برك ما نبوجي ما نتحرك ما ناكل رحت عند طالب عطالي لي راب درت لي راب لقاو ان بوان اكس في راسي وبعداتك بعتولي البايو سيرفيس نورولوجي وبعداتك قال لك لا ماشي نورولوجي نورولوجي وبعداتك غير شافوا الدوسي تاعي حكموا على الارشونس راهم يديروا لي لي تيست كي داروا لي لي زاناليس لقاو ان تيمر سيرفولي فداك الوقت انا والله ما على باليش بعتا تيمر سيرفولي حتى طلعت واحد البني بالسوس واحد الاخينا قال لي ايه عندك كونسير ايه نعرف واحد مات تقوشي واحد خبطتي بكف بعدين تقدروا لي لابيبسي في اي تي دير وبعدين تقدروا لي لافالف وبعدين تقدروا لي لوبيراسيون وبعدين تهبطوني المصطفى باشا داروا لي لاشيميو تيرابي ولا راديو تيرابي مور لا راديو تيرابي ولا شيميو تيرابي روشرشيت قالوا لك باللي الارديو تيرابي يبسو لك العروق تاع العصب تاعك تاع راسك كي يبسولي دوك راهي لك الكوتي غوش تاعي راهي ثقيله بارابول مانيبيلاسيون كوتي دروات وكوتي غوش ما بالمشيه مانيش نحكم ليك ليبر تاعي ولا في تاعي راني دوك نشوف غير الضو هكذاك ونشوف غير الخيال وكونتاكتيت واحد لا كلينيك هي في الطرق قلت ليك في الطرق قالوا لي كاين واحد سيستم كيبان لي راه تقعد واحد زوج سوايع ولا هي باللازر يعاودوا كيفاش يربوا لك ولا انت لك عاود العروق تاعك يدوبوا يعاودوا يحياو وكاينين واحد اخر انا غير يقولوا لي بيعطوا لي حتى كوردوني ولا كشعسه قالوا لي ثاني كان واحد شكك ديرهم يساعدوا لك العروق تاعك يعاودوا يحياو خير ما دير ريديكاسيون هكذا باسكو درت ريديكاسيون في ازور بلاش شهر وها بزاف عندي دوكا واحد العام اللي درت ريديكاسيون في ازور بلاش وهكذاك ما كاش اللي كيليبر مانيش تحكم فيه كالي ورانا حطيت هذيك لي سي في عندي ديبلوم ستوندار وعندي نيفو براي قلت لهم نيفو تربينال مي هكذاك ما كان والو انا مادا بيا يا يفهموني يا نداوي يا نحوس دوك نعاود نرجع كيما كنت يا خدمه باش نقتل الفيد اللي راني فيه دونك ما نشوفش في بلادنا عندنا غير ستوندار اوتوريكا كنت نروح كيما الحراش قالوا لي كان واحد لا فورماسيون جديده لاكيني يعلمو كيفاش دير ماساج هادي جابوها لا فورماسيون جابوها بالخارج حبوا يطبقوها فينا في الجزائر لهنا عيطوا لي
بيدوك بور لاستون انا واش عندي كيما يقول لك الثقه في الوثيقه، انا دوك عندي غير ستوندار ولا فبراير، بعدها نقدر نخدم ستوندار. دوك رانا في 2022 دوك كلش راه روبوتيك، دوك راه روبوتيك معناتها راهم يستغناو على الخدمات اللي راني على الفورماسيون اللي درتها. اصعب موقف الوعود الكاذبه اللي وعدوك بها، اروح بتهني وتصبر وما تلقى والو. الاخرانية الاعانه النفسيه ما يعطيوها لكش باش يكوراجيوك، ما يعطيوها لكش. وطوك راك طالب في حقوقك، ما نقولش انا طوك راني الجيريا عندي جنسيه جزائريه، راني هذا حقوقي. قبل ما طالب قبل ما يطالبوك بالواجبات وكذا، راني طالب في الحقوق توعي باش نعرف صح اسكو راني عايش ولا منفي ولا وشنو. لازم يكون عندك تاف لي تسند به. انا زعما باش نخرج خرجوني بيدوك لا ديرنيير فوا، حبيت نتعلم نتكل على روحي، بعدها نخرج وحدي باش غدوه بالغدوه باش ما نلقاش ان ديفيكولتي في لو ديبلاسمون، باش نولي نشفى كيفاش كنت نمشي. كيما في الحومه اللي هنايا دمشي بلا كان قليل يشوف لي يعرفني. لي سيني سون دوبا دوكا، ما نقولكش انا في الدولة ما كاش ولا كاين، باسكو انا ما على باليش ما حوش، مي بار كونتر حوس في الكلينيك بريفي، حوس في الكلينيك بريفي قالوا لي كاينين بكلش بدراهم، كلش بدراهم، واحد ما يقدرش، واحد ما يقاولك شيخ بابا انا روتريتي، الصالير تاعو ما يكفيش. دوك باغ اكزومبل يعطي كيما سقسيني تلا كلينيك تاع الترك هادي، قالوا لي 180 مليون باش دير هاد تاع اللازر هادي، 180 مليون سي تري شار بور نو. هي ماشي بالك تلقى لي ميدسان توعدها راه في الخارج، مي بصح ما عندهمش لي موايا باش ما عندهمش التكنولوجيا باش يطبقوا هاد التقنية فيا. دوك لهنا غير دوك نعطيك اكزومبل نيارب، باش نروح دي نيارب يعطوني رونديفو على 6 شهور، وانا دوك بابو راني كل عام دير نيارب، باسكو الكونترول كدا كل كونترول يعطوني نيارب، هي باسكو لو تيبر تاعي ما راهولكش مال راه في بال. هي دوك واش راني حاب صراحة نرجع يا لو كان 5% من اللي كنت، وحاب تانيك نختل الفيد اللي راني قاعد فيه ما لقيت والو، يا لو كان خدمة طونك ستوندار يا فلوت، باسكو رابلك دوكا رابلك فلوت رابلك في الولاية راه في لاطير في السيارة رابلك، مي دوكا كلش ما نقولش بالمعرفة باسكو شوية ضرهم، نقول بالك رابلك دوسية معمرين وباش يعيطولك وكذا ما كاش، عبروا غير يخبيو غير السيفيات هذا ما كان. دوك راني دير لي فورماسيون، راني حياط لي سيفي كدا، دعمني في خدمة، دعمني في فريلك وارطي ما على باليش انايا، عطاني على حساب المجال اللي راني داير فيه. الاخرانية عطانا التقنيات كيما تاع الهاتف ولا كان، وكاين بزاف عفايس تكنولوجيا اللي يستعملها الكفيف كيما لا كان الكترونيك، ديتكتيلك الحفارة، ديتكتيلك بوطو، ديتكتيلك لي بيرسون، تليفون سمارت، تليفون تانيك فيه تقنيات سمارت فويس، كاين تليفونات لي لارام تاعو طالعة باش يكون سمارت ولا طولك ولا اي تقنيه وحده اخرى تساعد تكون سهله وتكون خفيفه على التليفون اللي راه عندك. وكلش هادو راهم غاليين كيما الابل كيما الايفون، راه لك فيه التقنيه هذه مليحه وتساعد المكفوفين كيما الايفون كاع لي زايفون
راهي لك هاد التليفون يساعد المكفوفين باش يدخلوا في التواصل الاجتماعي، يساعده في باش يمانيبيلو التليفون، يساعده بأمورات بزاف بزاف. بي دوك الواحد ما هو خدام، ما عنده لابورس، ما عنده والو، ما يقدرش يجيب هاد العفايس. كما لا كان هذا الالكترونيك بيجيبوهاش في الجزائر، بمصح في الخارج راه يتواسي 100 اورو، 100 اورو ايكيفالون هنايا واحد 25 مليون، معناتها كلش راهو لك دوكا بدراهم. ما على باليش انا باش ديبلاسي طاكسي دراهم، باش تداوي دراهم، تشري ما على باليش انا، تشري اي عفسه دراهم. مي دوك انايا صح بعدي خدمه، بعدي لابورس، لابورس تاعي 300,000، 300,000 نهبط بها من ساعه شويه تخلص. راني قلت لك كنت ديبلاسي، كنت نخدم، كنت انسان عادي. ما ولاد حومه اللي هنا ما كانوش يعرفوا بلي مانيش نشوف مليح ولا، كنت نتعامل معهم انسان عادي من اي من كل ناحيات. كنت نخدم معهم، نبريكو في الشنطيات، كنت ما كنتش كيما دركا. لا راني نلقى روحي ما باش ديبلاسي، تبدا تخمم، تبدا تطلع باش تحوس شكون ديبلاسي معاك، شكون يلحقك تباك. بسم الله الرحمن الرحيم. صالح زاد في 1922 جونفي 1995، زاد في الحمامات في باينان، زاد طفل عادي 2 كيلو 500، طفل عادي ما شاء الله. كي وصل عنده شهر شهرين ثلاثة شهر ربع شهر ربع شهر، تما كانوا الناس يقولوا لي عنده فتلة الزين، يعجبهم ديجا هاي اللي في الفوتو باينه بلي عنده عين وميله، يقولوا لي فتلة الزين. انا ما نعرفش انا فتلة الزين، انا نقول فتلة الزين تما عين وميله برك. ديناه كي عاد عنده ربع شهر ديناه لعند الدكتور سبساجي، على اساس زعما الدكتور سبساجي كان يخدم في مايو، هاو دوكا وحل لهنا في عين بنيان. قالنا لازم نسوي في معاه، دار له دوسي وقعدنا نسوي في معاه. تفاصيل هو قال لي ما احنا هما العجيز يقولوا فتلة الزين، احنا في القرايه ما قريناش فتلة الزين، كاين واحد ما يشوفوش وخلاص. من هذاك النهار تما قعد يسوي في فيه، نروحوا نديروا بصح ما عنده حتى اشكال تاع تاع واحد نقص شوفان وخلاص. والله يقول لك لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وربي حنين كريم، ويجيك الابتلاء من عند ربي. بالعكس دائما كي حتى كي الاخر نقول له ابتلاء من عند ربي خير من اللي يجيك ضربه من عند الانسان، تاع الانسان هي اللي تخافيها. ربي هذا راهنا احنا رانا دوكا في اختبار، والحمد لله رانا جزناه، باسكو ما عنديش شكون اللي يقوم بي. انا عندي ربع اولاد، ما عنديش منفى زعما ساكنه وحدي، ما عنديش شكون اللي يقوم به. تما لو كان نروح نخدم لا كونسيونس تاعي ما تبقاش ترونكيل، ما دائما راني دروشه وكلا ما كلاش، الدواه شربوا ما شربوش، وهو سيغتو دوكا راحت له لا فيو كاع. الحمد لله يعني عاونوني في الخدمه، ماشي ما نقولش ما عاونونيش، ديجا كي صبروا عليا عامين والاخر الحمد لله. ومام اللي يخدموا معايا يسقسيو طول طون، يسقسيو عليه ماشي درك يسقسيو عليه. بصح خدمتي حبست، مام الصالير ديالي حبس، كل شيء حبس، وباباه بالاخر
تما صالير ديالو ديالو باش ديناه شحال من كلينيك، ديناه الكلينيك توفيق، ديناه بارتو بارتو بالدراهم يعني ما خصيناش عليه. كاينين الناس الخير اللي عاونونا ثاني الحمد لله، كاينين عماته، كاينين جدو تاع سطيف، كاين الحمد لله كاينين اهل الخير اللي عاونوا يعني ماكسيموم. بارك الله فيكم كل واحد اللي كل ربي يجازيهم. بصح دوكا كي زاد يحوس على الاخر ما كانش. ما نكذبش عليك، انا باش نقول للانسان ارواح تكفل ابني، انا عندي عزه النفس. وسقسي اي واحد يقول لك جامي قاتلنا عطيوني على الشتا خبزه، عندي عزه النفس. بصح اللي يعاون ربي يجازيه وان شاء الله يخليه في صدقه لوالديه. والله العظيم غير كل صباح نبدا بصالح، يا ربي افتح عليه، يا ربي يرزقه، يا ربي يشفيه، يا ربي يهديه، يا ربي ان شاء الله قبل ما تغمض عيني ان شاء الله يا ربي يلقاهم ام وعين اللي يعينهم بيهم. نسميهم اكل، نسميهم من صالح لهيثم ياسين الصغير، نسميهم من اللي نصلي الاخر وانا نركع، يا ربي يهديهم، يا ربي يشفيهم، يا ربي يوفقهم، يا ربي يفتح عليهم، يا ربي بك حتى واحد يعينهم، يا ربي يا ربي يا ربي. مازالت دالتي يمكن مازال ربي حنين كريم، ربي حنين. انا مانيش راني نقول لربي يأس من ربي، ربي حنين. ديجا كي راهم هكذا دايرين بيا الحمد لله يا ربي، كي راهم بصحه جيده الحمد لله يا ربي. والابتلاء تاع صالح ماهوش ابتلاء يعني زعما تاع ضعف ولا، اقسم بالله العظيم يا ربي راك شاهد، غير هو اللي دار لي القوه. رحنا درنا خيق عد هو تما في لاغيق عد قيس 4 ايام هو ما فطنش. نروح من نروح لي جوغ تاع لا فيزيت ديالو نهبط في باب الواد، من باب الواد نشد الطاكسي نطلع هذوك الدروج، باسكو من الطاكسيات يقولوا لي ما نطلعوكش حنا لاي تيدير، نطلع هذوك الدروج كاع نجري باش نوصل لعندو. كنت نروح وحدي باسكو باباه دي فوا ما يخليوش الخدمه، عطاو له شهر قالوا سيفيزون ما نقدروش نزيدو لك. نروح وحدي، كان اوت جوي السخانه هذيك، نروح نجري هذوك الدروج باش ندير له الفطور، نبدل له، نجيب له حوايج، ندير له هذه. بصح هذه ماهيش زعما، هذه بلا مزيتي، هذه بلا مزيتي مادام عطاني ربي الطفل وصرا له هكذاك الحمد لله يا ربي. هذه ماشي زعما باش نخاف ولا نقول انا درت له باسكو نو، هذه مزيتي، هذا هو الواجب تاعي، ما عندي حتى مزيه فيه. بالعكس كي كنت نروح ونروح يقول لي شدي بابا، نقول له لا هذيك اللي نشدها طاكسي نشريها له فاكهه، نشريها له شتين، شغل ننقص من نزيد من. ما نحكي لك استوار واحده اخرى، والله العظيم غير مره كان احنا نديروا له ليارام وبابا دخلنا لواحد القهوه خلصنا 120، غير درت له حاله قلت له هذيك 120 نشريوها له حاجه ياكلها، قال لي لا شغل نحي من الطل نقص في العرض غير باش هو ياكل، نحيها من فمي ويكلو كي يشبع. انا ولادي في 4 كي يشبعوا هما كلي شبعت انا، كي يفرحوا هما فرحهم فرحي، كي يبكيو هما كي تشوفيني ديجا راني اونغواسي كاين واحد فيهم راه ماهوش الحمد لله. بصح مليح شغل جوزنا يامات، عرفنا عباد، تخلطنا مع ناس مليح، هي تعبنا بصح من ورا التعب هذاك تعرفتي على ناس، شفتي مشاكل اكثر من المشاكل تاعكم، قلتي الحمد لله ماشي انا برك بربي اللي راهو فهمتي كشغل انا يا ربي راهو حنين راهو شغل كشغل راك تقولي ربي معوضني ماشي كيما هذوك الاخرين. كاين واحد اللي بنها اونديكابي 100%، كاين واحد اللي بنها مشلول، كاين كل واحد كي تشوفي ما غيرك تقولي انا الحمد لله والحمد لله الحمد لله دائما 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 الحمد لله. هو دوكا صالة عنده مشكل، كاين مشكل برك اللي في حياته اللي راهم قلقوا وماهوش ماهو يبات ليل لا نهار، كون يصيب تقول شي راهو يحلم به، هذا هو الحلم ديالو، لاكارت تاع الاعاقه ديالو يصلحوها له. باسكو بكري كانت عنده نسبه الاعاقه 95%، دوكا كي عاد مريض لازم تكون تتبدل لاكارت الشفاء لاكارت البلو هذيك تاعو، لازم تولي 100%.
عنده استفادات فيها، عنده اللي جاي يرفد المليون، عنده نسبه باش يدي بلاصي زعما في الطياره عنده 50%، عنده الحق في السكن، عنده امتيازات، عنده امتيازات من هو من المعوقين الاخرين. 300,000 يهبط بها الباب الوادم ما يوليش، يولي بالفرنك هذا، لا حجوا فيه تاع الاخر ويطلعوا بطل، باسكو يروح يحب ياكل، يحب يشرب، يحب يزهى مع اصحابه، يحب 300,000 ما تكفيش، باسكو في رانا في الجزائر ما هو ماشي خدام وباباه وتخيتي، وانا قلت لك حبسه من على جالو حبس الخدمه، وما تكفيناش زعما 2 ملايين ونص ولا 3 ملايين ما تكفيناش باش نقومو بالمتطلبات. هو دوكا يحوس اكثر، وحقه مادام راهو ما يشوفوش الاخر على الاقل يعطيو له المليون تاعو برك، ما قلناش اعطيونا من جيبكم، اعطيو له حقه هذا ما كان، والله يهديهم.